سرطان الثدي يعتبر مثل كل الأمراض، صحيح طريقة علاجه وطريقة اكتشافه قد تختلف عن باقي الأورام عن باقي الأمراض إجمالا، ولكن زمان لو جينا نرجع شوية على وراء حنلاقي فيه كانت ناس تموت من الإنفلونزا، كانت تموت من أمراض جدا بسيطة ممكن معالجتها في الوقت الحالي بسبب تقدم العلم. ولكن كلمة السرطان بالفعل هي تعتبر تابو أو شيء مخيف، ولكن الحمد لله مع تقدم العلم وزيادة الوعي صار التعامل معه كمرض أفضل بكثير من أمراض أخرى. هو المتعارف عليه عالميا أنه فوق 45 أو 40 سنة، ولكن عندنا في منطقة الخليج نلاحظ أنه في حالات أصيبت بسرطان الثدي في سن مبكر أبكر عن 40 سنة، فهناك بعض الدراسات اللي بتقام حتى يكتشف أسباب إصابة السيدات في هذا السن المبكر بسرطان الثدي. للأسف نحن كمجتمع أو معظم المجتمعات ما نروح للطبيب إلا يكون رد فعل لفعل لاحظناه، ولكن بالأساس نحن الهدف من العمليات من برامج التوعية هذه إنه لا بنصح كل امرأة إنها تبدأ تعمل فحص ذاتي للثدي في سن مبكر جدا، يعني ممكن من عمر 20، ممكن من أول ما تبدأ عندها الدورة الشهرية تواظب عليها بشكل شهري بيساعدها هذا الموضوع لما تبدأ في سن مبكرة إنها تتعرف على تشريح الثدي، فبالتالي لا قدر الله صارت عندها أي تغيرات طبيعية أو غير طبيعية حتقدر تلاحظها في مرحلة جدا مبكرة. لما الست تيجي وتفحص من وقت قبل ما يظهر المرض في شكل أعراض، وهو هذا ما يكتشفوه إلا بالأجهزة اللي هي جهاز الأشعة الصينية ويسمى بالماموغرام. هذا الجهاز يكشف المرض في طور ولو كان حجمه 2 مليمتر، فإذا اكتشف المرض مبكرا يعني يسهل علاجه، ممكن ما تحتاج تستحصل الثدي، ممكن تأخذ عغاغير، ممكن يعني العلاج يكون سهل. أما إذا تم الاكتشاف متأخر أكيد العلاج بيبقى أصعب، ممكن إنها تفقد الثدي، ممكن تدخل في مضاعفات يعني لا قدر الله، ممكن يعني الوفاة في الآخر. لكن كل ما اكتشف بدري الحمد لله العلاج موجود. بشجع أنا أي واحدة تفحص يعني فحص مبكر على أساس لا سمح الله لو كان في مرض يعني بيكتشف قبل يعني ما يتفاقم في الجسم يعني هيك ويتعمق يعني. كان عمي أعزف شوقا بسلامي والتوعية علينا واجب عن سرطان الثدي.